وللحديث أكثر حول أبرز المحاور التي جالت في سماء الملتقى الحكومي معنا من مركز عيسى الثقافي مكان انعقاد الملتقى الزميل محمد رشيدات. محمد، هل لك أن تطلعنا على أهم المواضيع التي تطرق لها الملتقى الحكومي في هذا اليوم؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الملتقى الحكومي ومنذ بزوغ الفكرة سعى إلى تحقيق الرؤى والاستراتيجيات التي تهم وتوضع في صالح الوطن والمواطن بالدرجة الأولى من خلال تحقيق العديد من متطلباته ضمن أهداف التنمية المستدامة. ولم يتناسى دور القطاع العام في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ووضع المرتكزات الأساسية لهذا الإطار من خلال عديد التفاهمات التي تجمع موظفي ومسؤولين في القطاع الحكومي. اليوم كان هناك العديد من المحطات التي صاحبت انطلاق الملتقى الحكومي، والتي كان من أبرزها برنامج التوازن المالي الذي تمحور حول تخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات لخزينة مملكة البحرين من خلال وضع العديد من البرامج الاستراتيجية الهادفة التي من الممكن أن يعني يتم من خلالها تحديد المصروفات من خلال فرق عمل تعطى لها الصلاحيات الكاملة لعمل ذلك، إلى جانب زيادة الاستثمار، وهو الأمر الذي يساهم إلى حد كبير في تحقيق الفرص النوعية للمواطنين وصولا إلى تحسين والاستمرار في تحسين الجودة المقدمة للمواطنين في مملكة البحرين الخليفية العزيزة. أيضا في جانب آخر هناك حول موضوع التقاعد الاختياري الذي تم تطبيقه مؤخرا والذي سيسهم في إذكاء روح الابتكار والإبداع لدى موظفي القطاع العام. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معي المهندس جمال العلوي، وهو مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف في ديوان الخدمة المدنية. مهندس جمال، كما شاهدنا اليوم العديد من المواضيع الهامة التي تم التركيز عليها خلال هذا الملتقى، أبرزها التقاعد الاختياري، يعني كيف تقرؤون هذا الجانب وما الحيز الذي أخذه بين أحياز الملتقى الحكومي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما أنت عارف الملتقى الحكومي لبنة رئيسية في العمل الحكومي. اليوم يوم بعد يوم الملتقى الثالث، احنا اليوم خذ موقع الرئيسي في برنامج عمل الحكومة. فبالتالي برنامج التوازن المالي كان محور رئيسي في ملتقى العام ذي اللي هو 2018، وأحد المحاور الرئيسية في برنامج التوازن المالي كان برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب للموظفين الحكومة. طبعا مثل ما انتم عارفين البرنامج طرح من قبل الحكومة من أجل تشجيع موظفين الحكومة ذوي الخبرات المتراكمة للانخراط في أعمال القطاع الخاص وريادة الأعمال. يعني إذا ما أردنا تسليط الضوء على موضوع زيادة الاستثمار الذي يحقق نقلة نوعية وفرص حقيقية من الوظائف للمواطنين، دور ديوان الخدمة المدنية بموازاة ذلك؟ طبعا انت مثل ما عارفين من ميزات البرنامج المطروح للتقاعد الاختياري ميزات مالية قدمها البرنامج، واللي هي مبلغ يعادل مبلغ شراء 5 سنوات، وهو مبلغ يعتبر مجزي بالنسبة للموظف. بالتالي بإمكان الموظف الحكومي استثمار ذي المبلغ بالإضافة إلى المبالغ الأخرى من المكافآت الثانية، ويضع ذي المبلغ في سوق العمل أو أنه يوظفه في بزنس خاص به أو إلى آخره. فبالتالي هذا بيشجع الاستثمار في القطاع الخاص وبينميه. الأعداد اللي متوقعة تطلع كبيرة. يعني المهندس جمال علوي، وأنت مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف في ديوان الخدمة، شكرا جزيلا لك. زميل علي، أيضا كان هناك يعني التطرق لما تم إنجازه خلال برنامج عمل الحكومة الحالي،
وأيضا التطرق لجملة من الأفكار المتعلقة بالتطلعات المستقبلية ما بين العامين، ما بين الأعوام 2019 و2022. نعم، زميل محمد رشيدات كنت معنا من مركز عيسى الثقافي، شكرا جزيلا.